اليوم جايين على مطعم عراقي بسكاربرو اسمه مطعم صماء تراديشنال عراقي فود. ليتس جو. انا عراقي وافتخر وبلادي بالروح، في عشق عراقي لك للموت ما هي روح. انا عراقي وافتخر وبلادي بالروح. وخلصنا خبز التنور انا وام فادي، حروقت حالي شوي بس كانت اكسبيرينس بتعقد والخبز كتير طيب. هيدي دجاجة التنور كتير مهمة تجربوها، بتاخد شي ساعة تقريبا لتخلص بالفرن. هيدا السبيشل اسمه فرن التنور، very juicy very tender، ما فيها كتير spices. هيدا هون قصة كبيرة مش مين ما كان فيه يتحمله. هيدا لام فيل بقلبها lemon slices، it's so juicy so tender، في lamb fat on top، يعني ساندويتش بتعقد. اذا ما بتحبوها كتير oily قولوله للشاب ما يغط الساندويتش بالأويل. كتير اكسبيرينس حلوة. thank you لمصطفى، thank you لمحمد for your hospitality. كتير انبسطت. اذا بتكونوا بسكاربرو بليز جربوا سمك.